يعني لا تبين له من عندي، قل الموضوع ما يتحمل تأخير. صاحبنا كل ساعة يريد يسوي له شغلة، كل ساعة لازم الورقة والقلم مالته يكتب، ما مستقر وضعه، ما مستقر، ومن ما يستقر وضعه يطلع شغلات ما أنزل الله بها من السلطان. فمو مال انه يحكي ويا سيد جعفر، سيد جعفر يقول له ايه، يقعد ويا قعده يقول له هذا بلد بمسؤوليتنا، وانتم آل الصدر باشر عقبه، ما يقولون بس مقتدى الصدر باشر عقبه، يقولون كل آل الصدر، اي شيء راح يصير يعصب راس آل الصدر. والان سيد جعفر، قبل سيد جعفر ما له علاقه، الان لا، هو قاعد بالشكل الدبلوماسي وموظف بالدوله، وال يعني هم عليه مسؤوليه تقع على عاتقه. هو ما عنده شيء، ما عنده نية باشر عقبة ينزل شيء، يعني ما عليه مسؤولية تقع على عاتقه. والله حجي ما أدري، ما أعرف اليوم كتب ما يقدر ينزل يدعو الناس للزيارة بعد الزيارة الأربعينية، لأن الوادم حتى تدرى عادة زيارة وما حد يطلع. ما أكو زيارة، زيارة شنو يقول لك زيارة؟ أنه الحسين هو طلع ثائر، أنا أطلع ثائر بأيام يعلي من ثائر، يعني شنو ذا ديكتاتورية؟ ما أكو زيارة، زيارة شنو يقول لك زيارة؟ الحسين هو طلع ثائر، أنا أطلع ثائر بأيام، أقول لك ثائر على شنو مثل؟ غير انتخابات هاي دماء، دماء جاي تراق بالشوارع، قتل شو اسمه، قتل يومي على شنو يعني مثلا؟ يعني مثلا هذا هو هو والله احصائيه دماء، دماء جاي تراق بالشوارع اكثر قتل شو اسمه، يعني هذا يمكن الشرطه منو كتله يعني؟ على شنو يعني؟